محمد أمين النظيفي إعلامي ومهتم بالتراث المغربي. كنا اليوم مع اندواع تحت عنوان الأبعاد الجمالية والفنية في فن الملحون في إطار فعالية المعرض الجهوي للكتاب واللي كتنظمه المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة هنا بمدينة مكناس. بطبيعة الحال هذه الندوة التي سطرت في إطار الاحتفالية المتواصلة بتصنيف بالصنيف وإدراج فيلم الملحون في لائحة التراث العالمي الإنسانية لمنظمة اليونسكو. ما ننساوش أن هذا التصنيف يعني جاء بعد جهد جهيد وبعد عمل جبار قامت به الأكاديمية المملكة ووزارة الثقافة ومجموعة من الفاعلين في المجال من شيوخ النظام، شيوخ القريحة، من الخزانة، من الموسيقيين، من الباحثين والمهتمين. إذن هذا التصنيف اللي يعني جاء ليحق الحق ويزيق الباطل ورغم كيد الكائدين. اليوم حنايا يعني في هذا التصنيف الان هذه الندوه جات في هذا الاطار، والسؤال الذي يطرح الان هو ماذا بعد؟ غنخليها في هذا السؤال. شكرا. الرحمن الرحيم. السمح عبد اللهوي، منشد في الملحون ورئيس جمعيه في الملحون بمدينه مكناس، اللي كانت واجدوا بالمعرض للكتاب الدوره 12، واليوم حنا حضرنا الندوه اللي قام بها الاستاذ الجليل عبد المجيد فنيش والاستاذ مولاي حسن البويحيوي، اللي عطاونا واحد النبذه واحد يعني واحد البرنامج حول تسمين في الملحون او تتويج في الملحون لمنظمه اليونسكو، واستفدنا كثير من هذه الندوه هذه، وتنتمناو ان شاء الله للفيلم الملحون المزيد من التألق ومزيد من العطاء ان شاء الله. وشكرا لكم. الدكتوره فاتحه عبد الله، رئيسه الشبكه الوطنيه للقراءه والثقافه، تنتواجدوا اليوم في هذا المعرض ديال مكناس، معرض الكتاب، برفقه مكتبه المناهل والجمعيه المغربيه للكتبيين. سعداء باش نكونوا في هذا المعرض، لان هذه فرصه اللقاء ما بين كاتب من جهه، الكتاب الموقعين الكتب ديالهم، ما بين الناشرين اللي كاينين، ما بين الكتبيين، ما بين المهووسين بالثقافه. هاد الناس فعلا راهم واحد يقودون نضالا ثقافيا كبيرا في زمن اللي شاعت فيه التفاهه، تراجعت فيه القراءه، تراجع فيه منسوب النشر ديال الكتاب، سواء كتاب مغربي او كتاب عربي او كتاب دولي. وهذا حنا كمثقفين نشعر بواحد النوع من الغصه، لان التراجع ديال الثقافه لا يمكن الا ان يؤدي الى متاهات غير محسوبه العواقب. والدليل هو الشباب اللي تنشوفهم اليوم غالبيتهم الا القليل النادر اللي خداو الكتاب كبوابه للثقافه وللتكوين وللنجاح، في حين ان لا شيء بدون ثقافة لا يمكن لأي تنمية بشرية أن تقوم. أيضا تقدم المجتمعات رهين بالمعرفة، وإحنا اليوم في الزمن الرقمي وفي زمن العولمة هناك شيئين أساسيين، المعرفة والابتكار، هذه هي عملة المستقبل وعملة الحاضر. عبد العزيز عماشي المعروف بالبوحتوري، شاعر الملحون من العاصمة الإسماعيلية مكناس. تنشكر قناة الدار على الاستضافة
ولا اعطاء هذه الفرصه للتعبير عن مدى يعني تقديري واحترامي للجهه المنظمه لهذا المعرض وهي مندوبيه وزاره الثقافه والاتصال في الدوره 12 من المعرض ديال الكتاب، وخاصه في الشق الثقافي اللي تعرض لواحد الندوه بخصوص ادراج الملحون ضمن التراث العالمي الانساني من طرف منظمه اليونسكو العالميه. فكما لا يخفى عليكم بان فن الملحون او تراث الملحون بالاحرى اصبح الان تراثا عالميا باعتراف منظمه اليونسكو العالميه، وهذا المجهود هو يعود يعني للاكاديميه ديال المملكه المغربيه اللي عملت كل من في الوسع ديالها ويعني واجتهدت ودفعات الملف باش يتقبل في منظمه اليونسكو العالميه. والملحون المغربي هو فن مغربي اصيل يتفرد به المغرب دون الدول العربيه الاخرى كما لا يخفى عليكم. والان في من خلال هذه الندوه التي تعرض الان التي تتناول جوانب من هذا التتويج ديال اليونسكو، الأكاديمية ديال المملكة المغربية ستعمل جاهدة إن شاء الله على ترجمة فن الملحون إلى لغات عالمية، لغة فرنسية والإنجليزية والإسبانية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إصدار دواوين لأكبر شعراء الملحون والتي تتعلق بالمصطلحات الصعبة كفهارس للغة الصعبة في قصائد الملحون، التعريف بتلك المصطلحات، وكذلك إدراج الملحون في المؤسسات التعليمية في يعني تقديم أطروحات جامعية في الخصوص في هذا المجال ديال الملحون. فمرة أخرى تنشكر أنا قناة الدار على الاستضافة وتنتمنى على التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.